مقادير ديال الكيك بالشكلاط والكراميل كنحتاجو ليه 125 غرام ديال الزبده، من الاحسن تكون الزبده ديال العبار بحراره المطبخ، 125 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نقول لكم المقادير والطريقه في نفس الوقت. دونك قلنا 125 غرام ديال الزبده، 125 غرام ديال السكر كلاصي، وكنأكد ماشي سنيده، ناخذ سكر كلاصي سبيسيال دابا راه متوفر والثمن ديالو ما غاليش بزاف. كنخدموهم مزيان 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 في العجنه ديالنا بلا فوي، يعني بالكا كنخدموهم مزيان. وعندنا ثلاثه البيضات يكونوا كبار، كنزيدوا بالوحده بالوحده وحنا كنطربوا مزيان 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 حتى كيولي لينا هذاك الخليط فريمون متجانس. كنزيدوا 60 غرام ديال الكريمه السائله، تكون كريمه على حساب اللي متوفره عند السيده، ماشي بالضروره تكون زعما بشي تكون اون مارك غاليه ولا تكون بشي كاليتي زعما عاليه، دونك على حساب اللي متوفر عند السيده. الا كانت دابا راه متوفره في المحلات اللي خاصين باللي كيبيعوا هادشي ديال مسائل الحلوه، كاينه الناطه كتباع بواحد الثمن رخيص ماشي غالي بزاف. ناخذ منها 60 غرام ديال الكريمه نزيدوه، يعني ملي كنزيدو البيض وحده بوحده وكيبان لنا هذاك البيض انسجم مزيان مع الزبده والسكر كلاصي، كنزيدو 60 غرام ديال الكريمه سائله. كناخذ 100 غرام ديال الدقيق كنخلطها مع جوج خمارات، وكنخلطها مع 30 غرام ديال الكاكاو، وكنغربلهم مجموعين وكنزيدهم على هادشي اللي ذكرنا في الاول. كناخذ 160 غرام ديال الشوكولاط غيش اسود يكون من النوع الجيد، كنذوبها وكنزيدها حتى هي. كناخذ واحد المول، من الاحسن يكون المول يكون صغور، يعني ما يفوتش 22 سنتيم. الا بغيتي يجي كبير ممكن دوبلي لا روسيت، مي 22 سنتيم راها كافيه، حيت هو هذا كيك بريستيج، يعني كتاخذي غير واحد طريف وفريمون طريف كافي تيشبع. دونك ما نحتاجوش ندوبلو المقادير باش نديرو كيك كبير، 22 سنتيم كافيه. كناخذوا هذا الخليط ديالنا اللي وجدنا ديال الكيك كنديروه في مول ديال 22 سنتيم، كنوضعوه في الفرن كنديروا ليه 40 دقيقه على 175 درجه، وكنخليوه كيبقى الفرن على حساب كل سيده. انا كنصح السيدات قبل ما تبداي سيداتي تحضري الكيك ديالك، دائما نبدا باول حاجه نديرها هي ندير الفرن يسخن، باش كيجيني الكيك ديالي طالع، وحتى الكيك فاش كندخلوه الفرن كيلقى ديك الحراره اللي كيوقع هذاك لو شوك ما بين البروده والسخونيه، يعني كيطلع لك لو كيك ديالك. بالنسبه حتى يطبينا الكيك ديالنا نخرجوه ونخليوه، ديما فاش تكون عندنا الوصفه ديال الكيك فيها الزبده نحاولوا ما نزربوش فاش نبغيو نحيدوا الكيك ديالنا من المول، نخليوه حتى يبرد تماما عاد نديمو له الكيك ديالنا باش ما يخسرش لينا في المنظر ديالو. كنوجدوا الكراميل، هذا كراميل هذه الوصفه ديال الكراميل اللي غادي نعطيكم راها سهله وكتجي لذيذه بزاف، يعني اي حاجه بغيتوا تذوقوها بالكراميل، اي كيك ماشي بالضروره هذا الكيك اللي اقترحت عليكم انا اليوم، يعني كيف ما قلنا في بدايه الحلقه هذا الكراميل انا كنقدر نصوبو وناكلوه مع ياغورت يعني منزلي، ولا مع كلاص ولا اللي بغيتوا. كنحتاجوا ليه 120 غرام ديال السكر الاشقر، لو سوكر بران. السكر الاشقر بالنسبه للسيدات اللي ما كيعرفوش راه متوفر دابا وما غاليش بزاف، كنلقاوه في المحلات التجاريه الكبرى، راه تقريبا كنلقاو 500 غرام كدير شي 15 درهم وتيبقى عندك توجدي به الوصفات ديالك، كيجي لذيذ بزاف. دونك كنحتاجو 120 غرام ديال السكر الاشقر، 120 غرام ديال الزبده، و 150 غرام كريمه سائله. كنديرو هادشي كله في كاسرونه وكنديروه فوق البوطه حتى كيولي اللون ديالو كراميل وكيعقاد. كنخليوه يبرد واحد شويه وكنزوقوا به الكيك ديالنا. وهذا الكراميل ممكن تحتفظي به في الثلاجه، راه كيجمد كيعقاد، وفاش تبغي تزوقي به الكيك ديالك ممكن تسخنيه في البوطه ولا في الميكرو اوند وبالصحه والراحه. انا زوقته كيبان لكم بحال لي بيستاش، فاش كيكون لو كاطو ولا لو كيك كيكون نوار، بغيت ندخل واحد اللوين اللي يفتح لي لو كيك ديالي، دونك قلت ندير البيستاش، وانا ما كانش عندي البيستاش. دونك دابا غنعطيكم واحد لاسوس، بيستاش دابا تبارك الله راه وصل الثمن ديالو غالي بزاف، يعني ولا ب 300 درهم الكيلو. دونك انا غنعطيكم واحد لاسوس كيفاش نزوق وتنسمة تكون عندنا نسمة البيستاش، ولكن راه ماشي بيستاش، غنديروا شويه ديال الخدع.
الخدع البصريه الخدع. دونك شنو درت؟ خديت لي زاموند اللوز ايفيلي، حمرته شويه في المقلة بشويه على عافيه مهيله، نحمروه بلا ما نحرقوه، حنا كنحركوا بلا سباتول على عافيه مهيله حتى يتحمر لينا هذاك لي زاموند ايفيلي ولا كونكاسي اللي بغيتو على حسب اللي متوفر عندكم. درت واحد الراس ديال معلقه ديال لاباتا بيستاش، راه كتباع حكيك صغير كيتباع ب 15 درهم، من 10 درهم حتى ل 15 درهم كيبقى عندك هذاك الحكيك، كتشريه كتبقاي تنسمي به لي زاموند ديالك. دونك درت رويز ديال معلقه في ديك المقله وانا كنحمرت في البوطه، زدت رويز ديال معلقه ديال لاباتا بيستاش، واحد النقيطه ديال الكولورون فيغ مع واحد النقيطه اون غوت، يعني كناخذوا هذيك ديك لا بيبيت اللي كنلقاو مع الدواء ديال ديال الدراري، كتبقاي تخدمي بها، كتهزي كديري واحد جوج نقيطات ديال الماء مع واحد نقيطه ديال الكولورون فيغ مع داك الرويز المعلقه ديال لاباتا بيستاش، وحركت هذاك. اذا ديك العجينه ديال البيستاش مع داك الملون الاخضر كيعطيو النكهه ديال البيستاش وكيعطيو اللون ديال البيستاش اللون الاخضر. دونك الا ما قلناش حنا راه هذاك ماشي بيستاش حتى واحد ما كيعرف هذاك. والحيله احسن من العار. داكشي على الناس هذه كنقولوها للدراري باش نكرهم الخضره. ودابا نقولوها حتى في هذه الحلوه هذه ما كاين. انا كنعطي السيدات كنحاول الاسرار نعطيكم الافكار ديالي الله يعطيك الخير منهم. الله يعطيك الخير شيف زينه.